كان يحطون بنفس عدونا زي مثل ما شفنا سابقا حطوها في ستاديوم نفس منو كان يلعب يطلعوا مع ما كانوا سايرين كانوا سايرين بعض فكرة تيدي مول هذا لازم إذا تكون لاصق المايك زين نشوف أوكي ما كملت دقيقة أوه أوكي حلو إن حاول يزخ الجايرو حلو إنه ما نضرب الجايرو لو نضرب على طول يعطيه سايبين أو سماش كان عطي شيء ما لاحظ اوكي سوى ريد رود بس انه كان وايد سريع على الاكشن رود حتى ما سوى ريد يروح قام فوت اوكي جاجل جاجل يلا ليون شيل مش حد كان عوشك تكون سيفة هيك شبه السيف من كذا ما تعلق اريد تشد احسن اسرع اوبشن في اللعبه وين صاير؟ كان وايد ديليد رياكشن من برادو خلنا نقول ان هذا هومي ستوب هومي ستوب بس كورنت ستيج نورمال واو شفت كان يوم تشوفه ما اقدر ازخر لها بس شل غبيت شوف الكاميرا شوف الكاميرا فالك الخيبة شاشة حمراء شوف لا مو مايك انا اي شوف هومي الاحمر الاحمر اوكي حتى اذا ما ضربه بعده زيراها لا يلا عنده فرصه عندنا عنده فرصه سبرينج او شيء حتى جيت من سبات ما يبغى ما يبغى شيء خلى خلص اعتقد كان يحاول يسوي سبرينج خلاص هيك يعطيه بسرعه الكتروستك الكتروستك يغير الاريا اللي انت تسويها على حسب الجهه اللي مسويها ما هلا يسوي ست اب اوه لسه اصلا دانيال كيف انخسر ما مات ما عنده جمع اوكي سوى اوفر اكستنت لدانيال كان لازم يحاول يكون شوي سيف بالتصفيق هذا حق هذا الحين هذا توب 8 كواليفاير من لوزرز اوكي يعني بس بس ما نشوف وين. بيسوي مان طبعاً كارلوس بيسوي مان. برادو يلعب سير كارلوس ولا؟ ما كارلوس ينفع كارلوس زين عشان. كارلوس زين عشان تروم تسوي ريكفر على البلاتفورم اللي برا. عشان فكون ستيدي. هي أدري. أقول لي ستيدي تسوي ريكفر من البلاتفورم اللي برا. يعطيك ريكفري أوبشن وأوبشن من ليدج. يعني تنقص على طول تصير بلاتفورم. فور مان سماش بوم. يلا بدينا الجيم الثاني. جراب كومبو غلط بس الحين برادو رد عليه بالبرسنت بالبانش وبدال ما يسوي يكمل الكومبو خذ الستيت بوزيشننج فكرة حلوة بدال ما وايد ناس على طول يقول اوكي كومبو خليني بسوي كومبو. بس برادو اوكي قال احسن لي الحين جارانتي ستيج بوزيشنينج ما خلى يفتح ويرجع والنفل نشد داش سبيد مال فالكن يخرب وايد على هذا الشوب خرب وايد على وايد مال شوب ان الحين ما يقدر بس يركب داش واحد يوصل قدام ويقدر اوكي اوه كان دبل كاونت اوف ذا لا عرف انه بيسوي بي 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 فقال اوكي روح انا كل شو تبي تقرب هذا؟ شو؟ تبي تقرب روح كيف حطيت الجايرو في روحه؟ مو بروح
اكثر دعم كان ضرب بدايه الليزر وما ما فايت حركه وايد قويه وايد وين وضعك صار شوي كان وايد والله ما عرفت كان يحاول يسوي اوف ستيج فراد عنده كده ما انت صعب وايد الحين عنده جامب ماس نايس زحينة فراد ستاك ان سبيس طبعا صار عند الجمهور عنده في اناف فيول عنده بس بعد تروك على ايه لا لا الحين بقصدي الحين ما عنده دبل جامب وات ضايعين ما يقدرون شو كان ما عارف شو كان يحاول يسوي بس فالكون بنت اكيد من سمبر اظني ضايع النقزة عقب شيء لخبطة اتوقع في حد يدعم بعدين